بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة بسيطة وفي نفس الوقت مهمة جدا، وكمان مش هتكلفنا حاجة إن شاء الله. هي إننا هنركب المضخة الخاصة بالمية بتاعة المساحات بتاعة العربيات، هنركبها لفلتر المية اللي عندنا عشان تزود من ضغط المية اللي خارج من الفلتر، وإن شاء الله هتيجي علينا بفايدة بإذن الله. دي المعدات زي ما انتم شايفين، المعدات اللي هنستخدمها هي معدات بسيطة جدا، وهي عبارة عن لزقتي 8000 وولاعة ومقص وبنس قفاشة وسكينة وبنسة ده الولاي معانا اللي احنا هنستخدمه، ده اللي الخاص بالشطافة بتاع الحمام، وده مفتاح، وده معانا شاحن 12 فولت 2 امبير موجود بتاع الكاميرات، في الغالب موجود عند الناس بتاعت الكاميرات المراقبة، وده ان شاء الله الرداخ، ده مضخة المية الخاصة بالمساحات بتاعت العربيات اللي هنشتغل فيها، بطلة الفيديو بتاعنا النهاردة، وده مفتاح عشان نبدأ عشان نشغل ونفصل منه. نبدأ على بركة الله، نبدأ نفك. زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نتأكد من تركيب الجلدة في اللي معانا. اللي ده زي ما وضحنا ان هو خاص بشطافة حمام كانت موجودة عنده، والشطافة بتاعته باظت بقى بتسرب مية، فنستخدم اللي معانا، لي خرطوم ماسورة زي ما تحب تسميه. هنركبها، تأكد ان هي تركب كويس معانا ببنس القفاشة، وبعدين نقطع اللي على حسب الطول المناسب معانا في المكان اللي احنا هنركب فيه مضخة المية، سواء على الفلتر او في اي مكان احنا حابينه. وبعدين هنجيب معانا خرطوم يكون مناسب انه يركب على الفتحة الخاصة بالمضخة اللي معانا، ننضفه كويس، وبعدين نجرب هل هو مناسب ولا لا. فعلا طلع مناسب جدا، وبعدين هنشيله تاني عشان نحط مادة لازقة. ده المادة اللازقة اللي موجودة معانا اسمها تي 8000، وهتلاقوها موجودة عند الناس اللي بتبيع كتغير الموبايلات، بيستخدموها في لزق شاشة الموبايل. نتأكد من نظافة الخرطوم، وبعد كده نركبه في مضخة المية معانا في مكان دخول المية، وبعدين هندخل الإفيز ده كده معانا، وهنقطع الطول الزيادة في الخرطوم. ونتأكد من النظافة بتاعة الخرطوم هنا كمان عشان اللزق يمسك بشكل كويس، أو الصمغ. وبعدين نحط الصمغ كده في الخرطوم وفي علية، وعلية من جوه الخرطوم وعلية من بره عشان نتأكد انه يكون محكم كويس جدا، وبعدين نركب كده. كده المفروض نستنى عليه 24 ساعة لحين ما الصمغ ده يكون نشف بشكل كويس ويكون مسك معانا اللي في الخرطوم.
وبعدين نقفل الإفيز زي ما هو موضح كده. لو مفيش متاح معاك في إفيز، ممكن الإفيز لو مش متاح معاك ممكن تستخدم سلك رباط اللي هو بتاع الحدادين اللي بيستخدمه أي سلك كهرباء، بس يكون ناشف، وهتربطه كده، هتلفه لفة وبعدين هتربطه وبعدين هتشده بالبنسة زي ما هتشوف. وبعدين نقص الزيادة ونتني الجزء ده عشان ما يعورش حد. في الخطوة دي هنوصل المفتاح بالمضخ، وهنوصل فيها جاك عشان نقدر نوصل فيها المحول اللي معانا أو الأدابتور، والمفتاح عشان نقدر نتحكم في الفصل والتشغيل. ده شراك بيمسك على السلك زيه زي الشكرتون أو اللزق عشان يعزل السلك، ولو مش متاح معاك تقدر تستخدم مكانه اللزق العادي. وهنا هنوصل أطراف المفتاح في الطرف الوسطاني وفي الطرف اللي مكتوب عليه زيرو زي ما هو موضح. هنا هنقوم بتثبيت المضخة في جسم الفلتر في أي مكان، ممكن بإفزان زي ما هو موضح أو بشمع سيليكون، أي حاجة في المكان المناسب ليك. وبعدين نقص الزيادات ونثبت المفتاح في المكان اللي احنا حابينه. انا هثبته هنا في جسم الرداخ او مضخة المية. هنا اخر حاجة معانا اننا نثبت اخر خرطوم وهنركبه في مضخة المية اللي هو مكان دخول المية للفلتر. هنسخنها بولاعة او بعود كبريت او بشمعة او على البوتاجاز، وبعدين نركبها زي ما هو موضح كده على حسب نوع الخرطوم او اللي موجود معانا. وبعدين كده هنجرب على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نركب الكهرباء بسم الله، وبعدين نفتح المفتاح. زي ما احنا شايفين الشمعة بتاعت الفلتر ما شاء الله، ودي أقل حاجة عندنا في المياه في مصر. إن شاء الله المياه زارتها. نشوف من زاوية تانية. هنا باين خالص المية زادت ازاي. يا رب نكون أفدناكم في الدرس بتاع النهاردة، ونتمنى تعملوا لنا سبسكرايب للقناة بتاعتنا أو اشتراك ولايك على صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.